في الحقيقة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حصل فيه تطور كبير جدا في السنوات الماضية، وده ساهم في تقدم مصر في التصنيفات الدولية الخاصة بالرقمنة، وأيضا توفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار في قطاع التكنولوجيا اللي بيعتبر من أهم القطاعات اللي بتقود معدلات النمو في اقتصادنا الحالي. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد ملامح هذا الأمر. مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي السنين اللي فاتت، وده بدعم حكومي متواصل. الدعم ده ساهم في تقدم مصر في التصنيفات الدولية وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي. وجاء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية P1 بطريق العين السخنة كحافز جديد لهذه الإنجازات نحو التحول الرقمي وتدشين مصر الرقمية برؤية وخطة شاملة وبمثابة حجر الأساس لتحويل مصر لمجتمع رقمي متكامل. واعتمدت الحكومة المصرية مشروعات واستراتيجيات كتيرة لتحقيق التطوير ده، كان أبرزها في 2022 عندما أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية اللي بتضم 130 خدمة حكومية مختلفة. والنهاردة الخدمة دي بقى عليها 170 خدمة بيسجل عليها أكتر من 8 مليون مواطن تقدموا ب 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات. وفي عام 2023 حصلت مصر وفق بيانات وزارة الاتصالات على جائزة التميز الحكومي العالمية في التحول الحكومي الرقمي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء الحرص على تهيئة وخلق البيئة الرقمية للعاصمة الإدارية الجديدة بدءاً من البنية التحتية مروراً بالأنظمة والتطبيقات اللي بيستخدمها الموظف لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السنين اللي فاتت نمو بنسبة تجاوزت 16%، وده بيعد أعلى قطاعات الدولة نمو. ووصل معدل نمو الصادرات الرقمية ل 26% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، كما بلغ معدل نمو صادرات خدمات التعهيد 54% في عام واحد. بينما حقق القطاع إيرادات في العام المالي 2022-2023 بلغت 315 مليار جنيه بنسبة نمو حوالي 75%. وبتركز الحكومة في خططها على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.